خلينا نبدي من اخبار اهل المدينه. مثل ما يعني نوهت بالبدايه انه اليوم يمكن من اهم المواضيع الموجوده في اهل المدينه وفي الشارع هي امتحان الثالث متوسط. في الموصل يعني بالذات عندهم مشكله، يمكن كل المدن العراقيه راحوا يعني يدون امتحانهم، لكن في الموصل عندهم مشكله. احنا نعرف انه في الموصل حاليا اكو تحضيرات لاستفتاء وانتخابات، فاكو صار حظر للتجوال نتيجه الوضع الامني طبعا، يعني طبعا التصويت الخاص. طلبه الموصل وهم رايحين لدوامهم او رايحين الى المراكز الامتحانيه جاي يواجهون صعوبات كبيره في الوصول، فجاي يوصلون مشي، واحيانا يعني تعرفون انه الطريق قد يكون بحواجز امنيه وما يقدرون يوصلون. المهم فعراقيل حتى يوصلون الى مراكزهم الامتحانيه. احنا وصلت لنا حقيقه يعني فيديو عن طريق الموبايل تم تصويره يوضح هذه المشكله. نشوف. منين جيت؟ من حي العربيه. عندك امتحان اليوم؟ اي والله. شلون عبرت الجزء؟ والله ماشي. والله من يا ساعة طلعت؟ والله طلعت الساعة 7:30 من البيت. وهسه بتسعد فت الامتحان؟ اي والله. شلون استعداداتك للامتحان؟ والله الحمد لله على الله. منين جاي؟ اليرموك. للنبي شيت للمدرسة؟ للنبي شيت. بيا ساعة طلعت؟ والله بالستة. شلون جيت؟ شلون وصلت؟ والله ماشي. ايش قد طولت تقريبا؟ ساعة ونص. ها، اكو سيارات تروح تجي؟ قليل. وشلون استعداداتك اليوم للامتحان؟ والله ما كل معلومات كلهم راحن بالطريق. من اي منطقه جاي؟ والله جينا من حي صدام. ولي النبي شهيد يعني عبرتوا جسور؟ والله عبرنا بس شويه ازدحام، يعني الطريق كان صعب، يعني سيارات وما كان موجودين صراحه. جيتوا مشوا لو؟ والله جينا بتاكسيات، بس كل بين شويه يوقفون هاي الموظف الطالب يعبرون، ما طالب ما يعبرون. يعني شفتوا صعوبه شوي؟ اي شويه صعوبه والله. يعني هسه يجوز راح نرجع مشوا لحزن الدام. منين جاي؟ والله من اليرموك. طالب الحدبة الإسلامية؟ نعم. شو محضر اليوم؟ وش قصار لك بالطريق؟ شلون عبرت؟ والله ساعة جينا من البورصة وفترينا وجينا هنا. ها ها. كان اكو سيارات تروح تجي، ايش عجب؟ اي والله اكو بس للطلاب. اي وما حد وصلكم لهنا؟ بلى والله جينا بسيارة. ها، ايش قد استقرينا؟ يعني اكو صعوبات. ايه. وشلون استعداداتك هسه للامتحان؟ والله كل المعلومات طارة من ورا الطريق. جينا من شقق اليرموك لي هنا للحدبه مشي، تعبنا حيل، يعني ماكو حتى سيارات، ما موفرين كل شيء للطالب. ايش عندكم امتحان اليوم؟ عندنا امتحان انجليزي. نعم. جيت مشوا؟ جينا مشي احنا وست طلاب معانا، بالشرطه تعاملوا معانا يعني بالسته، احنا وصلنا الساعه 8:30. اها، بعد منه مناطق بعيده، انت بيتك بعيد؟ جينا مثل الرمان. ومن اول مره حتى ما خلونا نطلع، من السته طلعنا وعلى ما عبرونا ومشي لي هنا. ايه وبعدين؟ ايوه حتى المعلومات طارت، يعني تعبنا والله العظيم تعبنا، لا مفرين شيء. بعد منو البيت؟ انت بيتك بعيد؟ انت وين بيتك؟ والله جاي من حي التنك. احنا 6:30 مشينا. جينا وطلاب وياي 5 من حي التنك اللي جاي مشي. يعني اليوم جاي تمتحنون؟ ايش عندكم امتحان؟ والله عندنا انجليزي اليوم. شلون استعدادات؟ والله على الجو هذا يعني استعداداتنا والله ميته من هذا. بس حتى واحد يعني حتى المعلومات راحت من الطريق والله. طريق يعني من حي التنك للدواسي الحدباء، يعني والله والجو حار يعني صعب والله. الله كريم، بالتوفيق ان شاء الله. الجميع ان شاء الله.